كيف تقول؟ القانون يقول انه اعلى الاصوات، اعلى الاصوات هذا أعلى اول الأصوات مره يشارك، بغض النظر عن الجنس. إيه بغض النظر عن الجنس، ولا كان قال رجال ونساء. يعني انت مثلا هاي الدائره، هاي الدائره بها اربع مقاعد، اربع مقاعد، ثلاثه يصعدون رجال وحده مرأة. لا يقول ثلاثه اعلى الاصوات، ما اربعه هم. بس ما عندي نص استبدل. إذا هاي الدائره هم الاربع مقاعد، نعم، صعدا اعلى اصوات اثنين نساء، ايه زين، هم ناخذ الكوتا بعد. ايه ناخذ كوتا. شلون؟ انطيني نص يقول استبدلها طالما خلى اعلى الاصوات. ناقش شويه دكتور عماد. دكتور عماد تسمع؟ تسمع، حياك الله دكتور. دكتور. نعم استاذ. استاذ سعد العزيز يشكل على هاي القضيه. صفحه 4 بها دوائر انتخابيه اربيل، وبها دوائر انتخابيه توزيع المفوضيه، يعني مو من عندي انا جبتها، حتى تكون واضحه امام الجمهور. لا هسه انت شفت دهوك مثال. دهوك عندنا 3 دوائر انتخابيه، وكل دائره بها 9 مرشحين الى 8 مرشحين، اي من اقل الدوائر ترشيحا طبعا. هذه الدائره اذا هي 5 مقاعد، اللي فازوا بها 5، هذول الخمسة أعلى الأصوات، إذا بيهم امرأة اكتفت الكوتا خلاص انتهى، سواء كان تسلسل أول أو ثاني أو أخير انتهى. أستاذ عماد، هذا نظام توزيع المقاعد. هو ما يشكل يقول القانون، هذا النظام دكتور عماد يقول القانون المفوضية ما يقول أشكل. منين أجيب نص أستبدل دكتور عماد؟ ماكو استبدال. لا استبدال، وأنت سألتني عمل المفوضي. عندنا نظام توزيع المقاعد، نظام توزيع المقاعد. ايه احنا نظام توزيع المقاعد 9 كوتا، 5 للمسيح ومقعد للكرد الفلسطينيين وللشبك والايزيديين والصابئة، انتهى الموضوع. تيجي وين؟ تيجي لكوتا النساء. كوتا النساء انه كل دائرة انتخابية لها امرأة ضمن الكوتا، تمام؟ هذا التوزيع. لكن عندما تفوز امرأة خلاص اكتفت الكوتا، اذا موجود عندي تمثيل للمرأة بهذه الدائرة. زين هنا بعد بعض الدوائر فازت، بعض الدوائر فيها 2 نساء فائزات او 3، ما عندي نص قانوني استبدل. نعم يقول ما لا، هذه هم راح يصير. استاذ نجم خلنا احسم لك القضية. الدائرة الانتخابية اذا فازت، يعني بصراحة اذا فازت بها امرأة تعتبر من كوتا، ولكن هنالك توجه عند اخواتنا المرشحات انه يقدمن طعن للهيئة القضائية، وراح تنظر بهذا الطعن طبعا. ليش هذا الهيئة القضائية؟ انتم خالفتم القانون بهذا؟ لا بس هن عندهم هيك توجه، اكو هيك ثقافة قانونية من قبل البعض انه يقول لك احنا لا، الكوتا تبقى ثابتة، هذه الكوتا احنا خليناها على مود يكون تمثيل للمرأة بشكل يناسبها 25%. طيب اذا المرأة اخذت استحقاقها من الدائرة بعد، ليش احنا نحتاج الكوتا؟ هل سيقال الان هو هذا المفهوم من الكوتا؟ الان يقال انه المرأة 83% وفق القانون، الان عندنا 96 مرأة بالبرلمان هذا. نعم، لان بعض الدوائر فازت بها 2 نساء، بعض الدوائر فازت بها 2 نساء، فلذلك رفعت النسبة من 83 إلى أكثر من 90 مقعد أصبح للنساء، وهذا الشيء يبشر بخير. تسمع يا أستاذ سعد، أنا عسى ما يفوزون كل الأعلى، أنا دا أطبق قانون، أنا عندي قانون هسه ليش ما كان يعني بكل القوانين السابقة كان أكو استبدال، وأكو يعني القانون السابق بها 5 فقرات تمشي يلا توصل إلى توزيع المقاعد وكوتا المرأة وإشكالاته. اليوم هذا التوزيع أشوفه واضح جدا، جداول والجداول طالما صوت عليها البرلمان أصبحت جزء من القانون، ما يمكن أن نتغاضى عنها ولا يمكن أن أفسرها غير تفسير. أنا بهذا رأيي، طبعا أحترم آراء السادة الآخرين وبما فيهم دكتور عماد. أنا ما عندي نص يقول استبدل أبدا، ما عندي نص يقول استبدل. إذن أنت هنا راح تأخذ من حصتك ومن حصة غيرك. دائرة انتخابية من 4، أنا يعني الدائرة 3 نساء أعلى الأصوات، إنه بهم أجيب الرابعة أعطيها كوتا. أنا مو أجيب، أنا عندي قانون، أنا القانون هذا هم صوتوا عليه البرلمانيين اللي هسه يعترضون عليه. اقرأ خلي سمع أستاذ عمار. هسه خلي نشوف الدوائر هسه هذا، يا ريت نطلع صفحة 4 بالدوائر الانتخابية أربيل، هذا من موقع المفوضية، أنا جبت من موقع المفوضية طول مخطط 4 هذا قدامك. الدوائر الانتخابية بأربيل شي يقول عدد المقاعد 4، مجموع المقاعد 10، عدد مقاعد أعلى الأصوات كان قال رجال، عدد مقاعد النساء،
اذا فازت امراه انت لغيت عدد مقاعد النساء. هو ضمنا قال الكوتا بمعنى هي الكوتا نساء، ماكو كوتا رجال. استاذ نجم انا اعترف بان القانون ما موضحه بكل تفاصيله، هذا واضح. كل قوانيننا هيك، قانوننا دائما نقول 17 صفحه، قانون انتخابات الاسترالي 522 صفحه، كل هاي الامور واضحه. فيعني مشكوره المفوضيه انه تجي تطبق قانون مو واضح او بابهام، فلذلك هي ستلجا لاحدى الخيارات وسيطعن. يعني انا بصراحه الاحزاب تتواصل، فدائما الاحزاب تريد تفسر وفق مصلحتها وليس وفق ما القانون اللي صوتوا عليه. فانا من عندي مقاعد لاعلى الاصوات ومقاعد لكوتا المراه. اعلى الاصوات ما عندي نص لا بالنظام توزيع المقاعد ولا بالقانون يقول استبدل. هذا اللي انا اختلف به مع الاخرين. من يقول استبدل خلاص، اذا يقول استبدل. وبعدين الدستور والقانون بماده 49 وماده 16 على لا تقل عن 25، يعني ممكن تزيد، ممكن 30، ممكن 27، ممكن 40، هاي ما بيها مشكله، لكن على لا تقل.